يبقى معنا مصطفى مباشرة من بغداد. مصطفى، ما مدى التعويل في الشارع فعلا على أن هذه التحقيقات التي أطلقها رئيس الوزراء يمكن أن تأتي بنتائج ملموسة؟ بكل صراحة بهاء، يعني لا يعول العراقيون كثيرا على الوعود التي تطلق من قبل الحكومة العراقية، ليس طبعا بالتحديد الحكومة الحالية، لكن هنالك نوع من التشكيك وعدم الثقة بين المواطن وبين الحكومة، باعتبار أن العملية السياسية خلال 17 عاما شهدت الكثير، ربما العشرات بل المئات، من حوادث الاغتيالات التي قيدت ضد مجهول، ولم تتمكن أي من الحكومات السابقة من تقديم الجنات إلى العدالة أو معرفة الجهة الحقيقية التي تقف وراء عمليات الاغتيال. وبالتالي العراقيون يرون أن هذه الحكومة حتى هذه اللحظة ربما لا تختلف كثيرا عن الحكومات التي سبقتها، لكن الذي يختلف في هذا الموضوع الآن اغتيال شخصية كهشام الهاشمي، هذا الدكتور الذي له علاقات واسعة في الأوساط السياسية، وكذلك هو يعتبر مقرب من الحكومة العراقية ويقدم لها المشورة الأمنية وكذلك التحليلات فيما يخص تحركات تنظيم داعش والجماعات المتطرفة الأخرى، وبالتالي يحظى ربما باهتمام كبير من قبل الحكومة العراقية، وقد يؤدي هذا بالمحصلة إلى أن تكون هناك جهود أكبر وأكثر جدية من قبل الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية العراقية لتقديم من يقفون وراء عملية الاغتيال إلى العدالة. حتى هذه اللحظة الحكومة العراقية خلال 24 ساعة الماضية اتخذت حزمة من القرارات قد تشير إلى أنها جدية فعلا هذه المرة في ربما معرفة ملابسات الأمور وفك شفرة هذه العملية التي حدثت مساء يوم أمس في ظل حظر تجوال وانتشار أمني كثيف في بغداد لشخصية مثل هشام الهاشمي، وبالتالي ربما تكون هنالك إجراءات أكثر أو أكبر من الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة، سيتابعها بالتأكيد الشارع العراقي وكذلك الجهات المختصة. شكرا جزيلا من بغداد مراسلنا مصطفى القطان.